في هذه البلاد تغفو تحت سقف مهدد بالسقوط، تستيقظ فوق أرض منكوبة، تغدرك نيران السماء وتوجعك لعنة الطبيعة. في كل مرة نجهز الحقائب حتى نرحل ونترك الأبواب مواربة. هذه المرة نرحل من دون حقيبة ومن دون درج البيت والأبواب ومن دون شباك نلوح من خلفه لأمهاتنا. ثم جيل يذبل في حضن هذه الأرض، في مثلث النجاة من الزلزال والكثير من القبور الشاغرة. نجونا مرة أخرى، نجونا حتى إشعار آخر. نفتح الباب وننزل على الشارع ركض، ولا نضل بالبيت وننبطح تحت التخت؟ طيب نشوف التريا إذا عم تهز، ولا منشوف السماء إذا عم تضوي نار؟ مو هذا هو المضحك المبكي؟ إنه ما عاد نعرف شو نعمل ولا وين نروح لحتى نقدر نضل عايشين. نحن صرنا قصة حزينة، صرنا ناس منزعل ومثيرين للشفقة. تخيلوا من 4 أيام صار عدوان علينا، نحن باللاوعي نزلنا على الشوارع لأنه فكرنا زلزال، بعدين استوعبنا إنه لا، هذا مو زلزال، قام رجعنا ركضنا على بيوتنا لحتى نتخبى من العدوان. بعدها بيومين ضربنا زلزال، كمان ضلينا شوي بالبيت لاستوعبنا إنه زلزال هذا مو عدوان، بعدين نزلنا ركض على الشارع. هيك حياتنا صارت باختصار، وهذا اليوم واقعنا. كنا نقول ونتغنى إنه السوري ما بينهز وما بيوقع، ولكن للأسف اليوم الواقع اختلف. فاللي ما وقع ب 12 سنة حرب، وقع لما ضربوا الغلا بكل مفاصل الحياة، وقع لما غدروا الزمن وما عاد فيه أمن لا أكل ولا شرب لأولاده، وقع لما غدرته الأرض بزلزال، وقع لما غدرته الدول والسماء بعدوان. شو صعب الغدر وشو صعب الحاجة والقهر، ما أصعب إنك تنكسر كاسة جنبك وإنت تصير تصرخ وتركض، ما أصعب إنك تودع وتعزي بأهلك وبرفقاتك، وما أصعب إنك أنت ضليت عايش. حداد يا بلدي، حداد إلى أن ينتهي الحزن، حداد إلى أن تنتهي الحياة. كلياتنا بين معنا وشفنا على أرض الواقع إنه المناطق اللي ضرب الزلزال هي مناطق مو مناطق مرفهة. يعني الزلزال ما ضرب منطقة فيها فيلات وقصور وأبراج، هو ضرب أحياء عادية وغالباً هي أحياء فقيرة. أنا لما أكون شخص ما عندي شيء غير راتبي، وراتبي ما عم يكفيني أساساً أكل وشرب، وحالياً بيتي راح أو تصدع، فأنا من وين بدي أجيب مصاري لحتى رمم هالبيت؟ الجواب موجود عند مصرف الوطني للتمويل الأصغر يلي أطلق قرض سماه ساند. هالقرض بيعطوك فيه 17 مليون ليرة لحتى ترمم بيتك. الناس كلها انصدمت من لما سمعت بخبر هالقرض، وقالت إنه نحنا كنا متأملين حدا يعوضنا أو يصلح لنا. معقول نحنا بدنا نسحب قرض لحتى نصلح بيتنا؟ هل نحنا اليوم قدرتنا نسحب قرض؟ وفي حال سحبناه ورممنا البيت، منين نرجع هال 18 مليون؟ أكيد ما حنرجعه من راتبنا يلي ما عم يكفينا أساساً. هو ما بصير يطلع هيك قرض بهيك وضع، يعني حتى الكوارث الطبيعية نحن بدنا نتحملها من جيبتنا؟ يا جماعة، المناطق المنكوبة هي كانت سكن لناس عادية، ناس عم تمشي أحوالها يوم بيوم، ناس إذا ما اشتغلت صدقاً ما بتقدر تعيش. واليوم البيت راح والشغل راح، فهل قرار إطلاق هالقرض كان قرار بمحله؟ نترك هالجواب لكم أعزائي المشاهدين. ولحتى نعرف أكثر عن هذا القرض، راح ينضم لي الرئيس التنفيذي لمصرف الوطني للتمويل الأصغر الأستاذ منير هارون. أستاذ منير يعطيك العافية. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم وأوقات مشاهدين قناة سما. يعطيك العافية أستاذ. اليوم بعد ما طلع قرار القرض تبع ترميم البيوت المصدعة، أثار كتير جدل هذا القرض على السوشيال ميديا. تحكي لي حضرتك عن هذا القرض، شو آليته؟ ليش طلع بهذا الوقت؟ كيف الواحد ممكن يطلعه؟ بداية رحمة لشهداء سوريا والشفاء العاجل للجرحى، وإن شاء الله بترجع بلدنا بتوقف على رجلي وبتكون أحسن من الأول. مبدئياً نحن من الساعات الأولى للكارثة كنا عم نفكر شو هي أنسب آلية لحتى نقدر نساعد فيها الناس اللي تضررت من جراء الزلزال. شفنا حملات شعبية كبيرة كانت عم تحاول تساعد في تأمين المواد العينية مثل الملابس وحليب الأطفال والبطانيات والأكل، ولكن هذا النوع من المساعدات
لا يمكن له أن يساعد الناس اللي بيوتها تضررت بشكل بسيط وبحاجة إلى ترميم والعودة إليها أن نساعدهم. فنحن فكرنا أنه أنسب طريقة نقدر نساعد الناس أنه نطلع بقرض بدون أي فائدة أي عوائد للمصرف، يكون هذا القرض مساعد ومساند لبين ما تقوم باقي الجهات بطرح آليات المساعدة. يعني نحن اليوم ما عم نلعب دور الجهات الحكومية أبدا، نحن عم نقول هذه مبادرة من المصرف الوطنية لمساعدة أهلنا المنكوبين. أكيد في برامج لاحقة ستطلق من الجهات الحكومية للتعويض والمساعدة في تصليح الأضرار، ولكن حتى يبت في هذا الموضوع نحن موجودين بهذا الخيار. أي حدا بيقدر يشوف أنه هذا المنتج بيساعده نحن جاهزين فورا لنقدم هذا التمويل ونساعده يرمم بيته ويرجع إمارة. نعم أستاذ منير، لو بدي أقاطعك لو سمحت، الناس لحتى أقول لك كيف فهمت هذا القرض، فهمته لما طلع أنه مثل كأنه مصرف الوطنية التمويل الأصغر عم يمهد أو عم يعطي فكرة أنه ما رح يكون في تعويض من الجهات الحكومية. هل حضرتك أنت عم تقلي لا هذا ما مو شرط رح يكون في تعويض؟ بالمبدأ سيد الكريم قال لا، نحن ما فينا نقول في تعويض أو ما في تعويض لأن نحن ما لنا أصحاب القرار. نحن اللي عم نقوله نحن غير مسؤولين عن هذا القرار. نحن اللي بنقدر نقدمه مثل ما في جهات تبرعت وعم تجينا مساعدات من برا، وفي ناس من جوا سوريا تبرعت بأموال لحتى تساعد الناس. بالنسبة إنه طريقة المساعدة كانت بتقديم تمويلات بدون أي فوائد لحتى تساعد الناس إنها ترجع لبيوتها. من المفترض إنه يكون في مبادرات أخرى من مصارف وجهات وجمعيات أهلية لمساعدة المتضررين من الكارثة. يعني يساعد بحسب يعني قطاعه اللي بيشتغل فيه وبحسب مقدرته. أستاذ منير، إذا بدنا نحكي سريعاً، أنا بيتي تصدع مثلاً وبدي أجي لعندكم لحتى أسحب قرض، شو هي الأوراق اللازمة؟ شو هي الثبوتيات اللازمة؟ وهو القرض 18 مليون وعلى كم سنة أنا بدي أوفي هذا القرض؟ نحن مبدئياً في عنا مستندين أساسيين نطلبهم لمنح هذا القرض، هو إثبات دخل المقترض إذا كان موظف أو إذا كان عنده عمل حر. المستند الآخر هو تقرير سلامة إنشائية للعقار المراد ترميمه. ما تبقى أوراق عادية بتطلع بنص ساعة بالدوائر الحكومية وغير مكلفة. سقف القرض هو 18 ولكن لا يمنح لجميع الناس. يعني احنا ما عم نقول كل الناس تفضلوا خذوا 18 مليون، أكيد لا عنا القدرة المالية لمنحهم، واللي راتبه 100 و200 ألف و150 ألف ما بيكون عنده قدرة يسدد قصة هذا القرض اللي هو 250 ألف شهريا على مدة 6 سنوات. نحن بنقدر نعطي قيمة القرض مرتبطة بمدخول المقترض الشهري. ولكن أستاذ منير، اليوم في ناس بعد هاي الكارثة هي فقدت عملها، يعني هي اليوم مثلا ممكن ما يكون في عندها راتب من هون للسنة لقدام لما قامت من جديد، هدول إذا يسحبوا قرض شو بيعملوا؟ هلا بهذه الحالات اليوم في مبادرات أهلية عم تقوم بمساعدة الناس اللي راحت على منحهم تعويض. واليوم شفنا بحلب في مبادرة أطلقوها بعتقد غرفة صناعة حلب لمنح مليونين ليرة للمتضررين راحت منازلهم كأجار لمدة سنة. فنحن من طرفنا كمصرف بيهمنا أنه نساعد بشقين. الشق الأول الناس اللي أعمالها ما زالت قائمة وموجودة، أنه نعطيها قروض في حال حاجتها للقرض لترمم المنازل المتضررة تبعيتها وترجع. ونحن عم نحكي ترميم وليس بناء، يعني الأبنية اللي انهدت وقعت على الأرض ما ممكن تستفاد من هذا القرض تماما. نحن عم نحكي على بيت شبابيك وخربت، في حيط وقعان، أساس تدمر. هذا النوع من الأضرار نحن بالمبلغ اللي بنقدر ندينه طبعا، لأنه هذا مرتبط بسقف مسموح به من مصرف سوريا المركزي. نعم. والشق الآخر أنه كمان نحن كمصرف نعنى بتمويل المشاريع التأسيسية اللي اليوم خلينا نقول أي حدا عنده مشروع حابب يبلش فيه ممكن يتوجه لعنا ونعطيه قرض يباشر أعماله فورا، سواء كان مهني حرفي وحتى رواد الأعمال كثير نحن عم نساعدهم بهذا. نعم أستاذ منير هارون، شكرا كثير لمداخلتك هاتفية معنا ويعطيك ألف عافية.
شكرا لكم. مشكورين، شكرا لك. يعني مثل ما سمعنا من الأستاذ منير، مو بس قرار القرض يعني وقته ما كان مناسب وكان مستفز لنا جميعا، كمان الشروط هي مستفزة. يعني من الشروط بدهم بيان عمل، واليوم في كتير ناس فقدت عملها، فيلي ما بيعطيهم بيان عمل ما بيعطوا له 18 مليون. وكمان في شغلة تانية إنه هنا ما حيعطوا كل الناس، ما بعرف يعني شو هي المعايير اللي رح يستخدموها لحتى يفضلوا ناس على ناس. بالأخير مشكورة جهودهم ومشكورة كل الجهود، إن كانت فردية ولا جماعية، خاصة ولا عامة، اللي عم تساهم بمساعدة المتضررين. ومتمنى يكون في تدخل حكومي، كل الناس اليوم عم تطالب أنه يكون في سكن بديل ويكون في تعويض مادي من الجهات الحكومية للناس. فاصل وبنرجع حتى نكمل باقي الأخبار. تعلن مراكز التدريب الإعلامي عن فتح دورات جديدة، دورات تتعلم منها كيف تركب الترند بالأزمات والكوارث، وكيف أنك تجيب ملايين المشاهدات من فيديو واحد. رح يكون في دورة لحتى تتعلم شو أكتر أسئلة ممكن تخلي الناس المقهورة أنه تبكي، وكيف ممكن بس يبكي تأخذ زوم على عينه مشان يتأثر المشاهد. وفي دورة اسمها دورة العصورة، هي الدورة بيعلموك فيها كيف تمثل أنك حزين وعينك مدمعة وإيديك عم ترجف وإنت عم تسأل. وفي دورة خاصة بالكابشنات، هي بيعلموك فيها شو أكتر العبارات يلي بتشد المشاهد. مثلاً شاهد كيف ماتوا كل أهلها وهي لساتها عايشة، شاهد كيف المطر أنقذها من الزلزال، شاهد كيف مسكت إيد أبوها وصرخت لما شالوه من الأنقاض. وفي دورة بيعلموك كيف تمثل أنه أنت قلبك على أولاد بلدك، وأنت بينك وبين حالك قلبك على مشاهداتك والمردود المالي اللي جايك منها. وآخر دورة بتجي بهالعرض هي دورة حاتم الطائي، هاي الدورة مخصصة اللي معهم مصاري زيادة عن غيرهم. هدوم بقى بيعلموك فيها كيف انك تعطي وانت مو منتبه، يعني كيف تصورك الكاميرا وانت عم تعطي مصاري او سلة غذائية بس انت مو منتبه. بقى يلي بيحب يسجل، الباب مفتوح حاليا، كل شي عليك تعمله انك تفتح فيسبوك وتقلب بمنصات السوشيال ميديا اللي عنا بالبلد، وشغلة ساعة ان شاء الله بتكون تعلمت كل هدول الدورات. من أول ما صار الزلزال كانت تصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصريحات إيجابية، يعني مثلاً قالوا أنه لازم يتم محاسبة متعهدي البناء، وقالوا أنه رح نشتغل على موضوع السكن البديل، وأنه رح يتم تعويض مالي أو يتم استئجار بيوت للمتضررين. مع أنه كل شيء ذكرته قبل هو مو من صلاحيات هاي الوزارة، ولكن مشكورين ولو حتى بالتصريحات. لحد هون أمورنا تمام، ولكن طالما عم تصرحوا هيك وعرفانين حجم الكارثة، ليش لحتى نزيد الكارثة أكتر ونرفع سعر المازوت الصناعي؟ معقول لسه ما مر أسبوع على الزلزال نلاقي في هيك قرار؟ طيب مو في قرارات أهم؟ مثلاً قرار أنه نفتح صالات السورية للتجارة تفتح بوابة لكل المتضررين ومجاناً، هذا مو أهم؟ نحن حالياً بحالة طوارئ، والناس عم تقول أنه لازم كل القرارات تكون قرارات إسعافية، قرارات تخفف عننا، قرارات تشيل بالناس المتضررة. الناس عم تشكي أنه رفع سعر المازوت الصناعي يعني رفع سعر كل السلع بالأسواق، يعني زيادة بمصروف على الناس. بكرة بتصرحوا أنه في خطط لضبط الأسعار، كيف بدها تنضبط الأسعار مع هيك قرارات؟ للأسف ما حدا عم يحس فينا، بدل ما نكون إيد واحدة بهذا الظرف وقلبنا وقراراتنا تكون واحدة لحتى نخفف على بعض، نحن بنعمل العكس. طيب ليش ما بنعمل بقانون القرار المناسب بالوقت المناسب؟ بس نحن لا بنعمل قرار مناسب ولا بننزله بالوقت المناسب. رح اترككم مع تعليقات الناس كيف كانت على موضوع زيادة سعر المازوت الصناعي، وارجع رح اكمل باقي الاخبار. أحد البوستات يلي مر معنا وفعلاً كان واقعي بيقول: مو عارفانين نخلي عيننا على التريا مشان الزلزال، ولا نخلي عيننا على سعر البصل. البصل يلي هو حالياً ترند أكتر من الزلزال عنا. تخيلوا نحن يكون عنا سعر البصل ترند ويستمر لمدة شهر وهو بهذا الترند،
مصرين دائما يشغلونا بقصص ما لها معنى. مو قادرين نسيطر معقول على سعر البصل؟ معناها شو خلينا للشغلات الأكبر؟ المسلسل بلش لما طلع سعره 6000 ليرة، بعدين حلق ل 12000. هون تدخلت التجارة الداخلية ورجعت السعر ل 6000 ليرة. وكما العادة بأي شيء بنرفع سعره عنا بصير في إله سوق سودا. لهيك ضيفولي لسوقنا السودا اليوم مادة البصل. فاليوم إذا بدك تشتري بصل تنزل على صالات التجارة اللي مسعرينه ب 6000 ليرة، بتتفاجأ إنه في تسعيرة ولكن ما في بصل، فبتضطر إنك تطلع وتشتري من برا بالسوق السوداء اللي هو 12000. شو السر بالبصل لحتى هلأ ارتفع سعره؟ يعني فوق مكاسرين بصلة على أنفنا وعم نشتري كل شي بسعر غالي، لسه البصلة نفسها صار ما عاد بقى فينا نشتريها؟ وهيك رسمياً البصل بينضم للحمة والجاج وغيرهم، وبصير خارج حساباتنا وخارج موائد العائلة السورية. حلب الجريحة، كيف الحال اليوم فيها على أرض الواقع؟ هل تم أو سوف يتم تأمين سكن بديل للناس المتضررة؟ والمساعدات الإغاثية اللي عم توصل للناس هي حل مؤقت، ولكن ما هو الحل الدائم؟ اسمحوا لي ينضم لي عبر الهاتف رئيس غرفة صناعة حلب الأستاذ المهندس فارس الشهابي. يعطيك العافية أستاذ فارس. الله يعافيك. الله يعافيك. أول شيء أستاذ تحياتي لك، بوركت جهودك. عم نسمع ونشوف على السوشيال ميديا كيف أنه تحول مقر غرفة صناعة حلب لمركز للإغاثة. تحكي لي حضرتك اليوم الوضع على أرض الواقع في حلب الجريحة كيف؟ تشرحي لو سمحت. هلأ اليوم الحالة في حالة ذعر بسبب الزلزال الجديد اللي إجا ضرب يعني البارحة. الحمد لله يعني لحد الآن ما عرفنا أنه في ضحايا، لأنه تم يعني كان في جهود مشكورة بإخلاء المباني وبهدم المباني اللي كانت متصدعة، لكن نحن لساتنا عم نعيش الواقع المنكوب اللي صار بست شباط. نعم. حتى هذه اللحظة هناك جهود سي عم تجي، تبرعات كريمة عم تجي من عدة دول عم نستقبلها نحن بحملتنا، وهناك تبرعات من الداخل أيضا من صناعيين وتجار. ولكن نحن الهدف الأسمى تبعنا والأساسي واللازم يكون هو الشغل الشاغل للحكومة ولمنظمات والمنظمات كلها والاتحادات والغرف وكل قوى المجتمع الأهلي هي موضوع السكن، موضوع تأمين السكن البديل اللائم الذي لا يشعر المنكوب أنه منكوب لكي يعود إلى حياته الطبيعية. نعم أستاذ فارس، أول شيء الحمد لله على السلامة من الزلزال، ضربنا من يومين، الحمد لله على سلامة الجميع. أنت قلت أستاذ أنه المساعدات هي حل مؤقت، ونحن نعم. ما بدنا نتحول لجسد كسول يعتمد على هي المساعدات. نعم. وأستاذ أنت اقترحت أنه اليوم في أكثر من 1600 شقة فاضية، أصحابها هن خارج البلد. اقترحت أنه يكون في مثل عقد أجار لمدة سنة كحل لهدول الناس المتضررين. شو كان الجواب لما حضرتك اقترحت هذا الاقتراح؟ ما اجى جواب سلبي، ما في تعاون. يعني انا اقترحت 1600 واقترحت وقلت نصهم في نصهم يعني اكثر، يعني اكثر جهوزيه، هذول كانوا على العظم، في منهم تقريبا 860 وحده ممكن نحن نستاجرهم، في غيرهم كمان اماكن اخرى. هلا نحن اليوم اطلقنا بيعملنا تبرع سكن، واطلقنا منحه السكن سميناها منحه السكن اللي هي 2,000,000 ليرة سوري لكل شخص يقدم أوراق تثبت أنه هو يعني بيته تضرر وتصدع، يعني كشف فني من البلدية وكشف فني مختص. نعم. أو عقد آجار، ونحن نعطيه 2,000,000 ليرة نوع من البدل على عقد الآجار اللي تجيبه. الله يعطيكم ألف عافية. أستاذ فارس، نحن عم نشوف تصريحات وزارة الإسكان لحد الآن هن في مرحلة التخطيط، يعني بعد 16 يوم من الكارثة لساتنا اليوم بمرحلة التخطيط. نعم. حضرتك اقترحت أنه نحن نستعان بدول حليفة مثل الصين حتى يكون في سرعة بالبناء. صح. نعم أستاذ فارس، يعني إحنا اليوم لساتنا بالتخطيط، يمكن لسه بدنا سنة لحتى يكون التنفيذ. شو الحل برأيك أنت؟ أنا مشان هيك، لأنه أنا بعرف الوضع اللي عنا، نحن في عنا ترهل، نحن في عنا يعني ما بعرف، عنا طريقة شغل كأنه كل شيء رخاء وكله ماشي وما في شيء أبدا ولا مشكلة عنا. نحن اليوم منكوبين من الحرب ومنكوبين من الزلزال. أنا ما رأى أتدخل بعمل أي وزارة معنية، طبعا مالي أخصائي وما ولا يحق لي تقييم عملهم،
بس ولكن انا عم بقوله على ارض الواقع اللي احنا عم نشوفه في تاخير كبير، ما في تفهم للمعاناه حقيقيه يعني من عده اماكن، من عده مفاصل، مو بس من وزاره الاسكان. نحن مشان هيك انا صراحه انه يا اخي جيبوا شركات صينيه او غيرها، يعني شركات خليجيه، شركات كذا، تعاقدوا معها، تحالفوا معها، تعلموا منها، خلونا نشتغل بسرعه. نحن اليوم في عندنا عدد كبير جدا من الناس، يعني في عندك تقريبا يقدر عدد الناس اللي هلا بالبيوت، بقول لك 1.5 متضرر من الزلزال، بيناتهم في 100,000 عيله بالبيت هلا بالبيت. فهي من بلاديه وبحلب وبكل اماكن، هاي كيف نامنها نحن اذا كنا عم ناخذ وقت كثير طويل بالتخطيط او بمعالجه ما لدينا اصلا من شقق؟ هلا في عندنا بغرب حلب مثلا مثال، في بغرب حلب بكفر حمراء بحريتان، في هالمناطق في على الاقل في 4-5,000 شقه موجوده هلا، موجوده على الاقل، موجوده وجاهزه. استاذ فارس، طلبنا نحن بعض الامور انه تتعالج مشان نقدر نحن نخلي هالناس تروح تستاجرهم، ونحن بنساعدهم قدر الامكان بما لدينا من اموال تبرعات في من حق السكن. ما عم نلاقي استجابه، ما عم نلاقي، يعني انا مستغرب ليش نحن عم نتاخر بالاستجابه. نعم استاذ فارس، كمان في كثير من الجدل حول موضوع انه في كثير اليوم منظمات خاصه واتحادات وغرف ورجال اعمال هن تبرعوا باموال خاصه، هي الاموال وضعت تحت تصرف الحكومه. في كثير ناس عم تقول انه هي الاموال اذا هلا نحن ما تصرفنا فيها بسرعه وساعدنا وصرفناها فورا، نحن ايمت بدنا نصرفها؟ هي الاموال ايمت استاذ فارس؟ عم يسال الناس. هذا كان خطا كثير كبير، انه هي اموال خاصه وتبرعات خاصه، ما هي اموال حكوميه اصلا، ما هي من موازنه الدوله. فهي الاموال كان لازم يكون في مرونه وسرعه بصرفها من قبل الجهات اللي لمتها. فنحن اليوم اذا ما بنثق بهالجمعيات وبهالغرف وبهالاتحادات انه هي تلم تبرعات وهي تصرف، اذا ما بنثق فيهم ليش رخصناهم؟ بنسحب ترخيصهم وبنحلهم وبنقول لهم لاصحاب هذه الجمعيات والاتحادات والغرف روحوا على بيتكم، نحن ما بنثق فيكم، نحن اللي بدنا نلم المصاري. في موضوع جدا هام، كثير 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 من المتبرعين بالخارج بدهم هن يطلبوا وبطلبوا انه هن يتبرعوا للجهات الخاصه، للجهات المجتمع المدني لعده اسباب، اهمها حتى هن كمان ينسوا من عقوبات اللي حيضطها دولهم علينا. يعني اليوم الدول الغربيه مثلا اذا عرفت انه في جهه، في رجل اعمال عم يتبرع لجهه رسميه سوريه بتعرض للمساءله، فهو بفضل يتبرع للجهات الخاصه بسوريا. طيب الجهات الخاصه هي جهات موثوقه وجهات اثبتت انه هي مرنه وسريعه وبتشتغل بشكل شفاف، وهي من ناس مرموقين موجودين، خلوهم يتحركوا بمرونه. ليش انا عطيت خصوصياتهم وبحطها بالروتين الحكومي وبتاخر بالصرف تبعها ولحد الان ما شفنا منها شيء؟ انا بعطيك مثال استاذ. تفضل. انا بعطيك مثال، اتحاد غرف الصناعه مثلا، اتحاد غرف الصناعه لم مليارات على الاقل، في عنده يمكن 6-7 يمكن 8 مليار ليره سوري. نحن غرفة صناعة حلب اللي هي أكبر غرفة صناعة في البلاد لهلا ما شفنا من هالأموال ليرة، لهلا ليرة سوري وحدة ما شفنا منه من اتحادنا. ليش؟ لأن الأموال انحطت تحت تصرف وتحريك السيد رئيس الحكومة، وأنا برأيي هذا غلط كثير كبير، نحن لازم نتفادى. نعم استاذ، فنحن يعني نحن في حاله طوارئ ولازم يكون التصرف بهي الاموال بشكل سريع مثل ما حضرتك تفضلت. استاذ فارس، انا ما بدي فوت معك كثير بمواضيع بتخص اشخاص معينه، ولكن كلياتنا شفنا من فتره قريبه بعض الاشخاص يلي كانوا عم يحاولوا مثل ما هن وصفوهم الناس على السوشيال ميديا عم يستجدوا او عم يشحدوا على اوجاع السوريين ويطلبوا من فنانين إن كان حليب أو غيره. حضرتك كان لك تعليق على هذا الموضوع، شو بتحب تعلق اليوم بخصوص هذا الموضوع أستاذ فارس؟ شوف هلأ أنا ما بدي، أنا أول شيء تشكرت كل الجهود المخلصة لإضاءة لموضوع الحليب، وأي مشكلة كانت من أي ناشط إعلامي، سواء كان جاي زيارة يومين ويمشي إجا من غير بلد، أو سواء كان ناشط محلي قاعد بيناتنا، أي جهد بالإضاءة على أي مشكلة على أي موضوع نحن نتشكره ونحن منحييه ونحن نتعاون معه ونساعده، ولكن يجب أن تكون هذه الإضاءة دون استفزاز فنانين من دول أخرى. أنا هذا كان تحفظي فقط، لأنه نحن بهالحالة
كثير كثير صرنا إساءة على مجتمعنا وعلى بلدنا بهذا الموضوع، يعني صرنا مسخرة عندهم. يعني هن بالأساس تعرف أنا على إيش بقصد بالضبط، هن بالأساس يوميا صبح ظهر ومساء بنشراتهم الأخبارية عم بيحكوا عن نازحين تبع عرسال وكيف هن عم بيعطوهم الفتات وكيف هن مهتمين فيهم. بجي أنا بطالع شعب حلب مثل النازحين تبع عرسال، هذا الموضوع كثير مهيب كان. ونحن قلنا تعال تعاون معنا، نحن بنعطي، نحن عم نأمن، عم بيجينا تبرعات وعم نشتغل بهدوء وبصدق في هذا الموضوع تبع الحليب من اول يوم. تعال انت وزع الحليب وصور حالك انه انت عم توزع الحليب. فنحن كان تحفظنا على عن هذا الموضوع. ثم العمليه اللي تمت انه نعرف انه نحن جايبين طالبين حليب من احد الاصدقاء بالعراق، نحن جايبينه نعرف، وراح صار في تصوير عند الشحنه مشان الايحاء انه هن ورا الموضوع. يا اخي هالحركات البهلوانيه بلاها. نحن همنا نشتغل بهدوء ونوصل الحليب للاشخاص المتضررين، ما همنا ابدا انه مين وزع الحليب وتعوا صوروني وتعوا شوفوني وعطوا لي لايكات. نحن ما بدنا هالقصص، القصص كلها يعني بتمنى الابتعاد عن القصص. نعم استاذ فارس، سؤال الاخير لك، برايك انت حضرتك كرئيس لغرفه صناعه حلب، ما هي الخطوات المهمه والسريعه اللي لازم تتخذ اليوم على ارض الواقع؟ نحن اليوم بحاجه حتى نتخذها ولسه ما اتخذت. قانون المناطق المتضرره هي اهم شيء. نعم هي اهم شيء، يعني يجب انه اعتبار كل حلب واللاذقيه وحماه وادلب، بالذات حلب واللاذقيه ولاحقا ادلب طبعا، بس يعني يعني يصير بسط لسيطره الدوله عليها وطرد الارهابيين منها، يجب ان تعتبر مناطق متضرره بالكامل. يعني على غرار اللي قانون 13 اللي عام 2022 اللي صار للمدينه القديمه بحلب، وجرى تفريغه من مضمونه بحصره فقط بشارعين فقط، مع انه السيد الرئيس المكرمه كانت انه لكل المدينه القديمه. نعم فنحن بدنا هالمره ننتبه لهذا الموضوع وتعالج المدينه كلها كمتضرره بقانون شبيه بالمرسوم 13. هذا هلا اهم طلب لكي يستطيع المجتمع ان يعين نفسه. نحن لننطلق وننهض من تحت الركام بدنا محفزات وبدنا اعفاءات وبدنا رعايه. الطريقه الحاليه اللي ماشي فيها الامور نحن النكبه تبعتنا كثير كبيره وتتطول اذا ننهض منها. نعم استاذ فارس الشهابي رئيس غرفه صناعه حلب، شكرا كثير لمشاركتك وشفافيتك وجرأتك معنا كان عبر البرنامج، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا. مثل ما سمعنا من الاستاذ فارس في تاخير، ما عم يكون في سرعه ومرونه باتخاذ القرارات، في اموال من جهات خاصه هي لساتها اليوم محتجزه وما تم التصرف فيها، في اقتراح كان الاستاذ فارس انه في شقق سكنيه هي قادره اليوم انه تكون حل ولو كان مؤقت لمده سنه للاشخاص المتضررين وبعقد اجار رسمي، ولكن تم رفض ايضا هذا المقترح. وكمان نوه الاستاذ فارس انه هذا مو وقت الشو ومو وقت اللايكات والكومنتات، نحن لازم نكون كلياتنا ايد واحده ونشتغل بجد وبصمت مثل ما هو وصف عم تشتغل غرفه صناعه حلب. بالاخير يعطيهم الف عافيه وشكرا لكل جهه ان كان خاصه او حكوميه عم تشتغل من قلب ورب بهي الكارثه ومن اجل المتضررين. هل من المعقول أن تكون المبادرات الأهلية اللي صارت بيوم وليلة بعد الزلزال أكثر تنظيم من الجهات المختصة؟ يعني من اليوم الأول شباب وبنات وكبار وصغار تنظموا وساعدوا وطلعوا على المناطق المنكوبة، بالمقابل منشوف وزارة الكهرباء عم توعد أنه ما تقطع الكهرباء عن مراكز الإيواء المساء وبتقطع. وزارة الصحة لسه لهلأ عم تعمل قوائم بالمصابين. التجارة الداخلية عم ترفع سعر المازوت وكأنه ما في كارثة ضاربة بالبلد. أما وزارة الإسكان لليوم عم تعمل قوائم بالمتضررين مع أنه صار مارق 16 يوم. معقول لهلأ ما بينوا مين هن المتضررين؟ معقول لسه لهلأ عم نخطط لسكن بديل؟ يعني نحن لساتنا بحالة التخطيط. يا ترى أيمت رح نفوت بالتنفيذ؟ ولأيمت رح يخلص التنفيذ؟ مراكز الإيواء ليست حل وليست سكن. في ملايين الأشخاص بحاجة لسكن دائم وبحاجة أنه يكون في مرونة أكثر وسرعة أكثر بالعمل الواقعي. وكونه عم نحكي عن المبادرات الجماعية بيسعدني أنه يكون معي عبر الهاتف الناشطة سالي عدنان حسون. سالي يعطيك العافية. يعطيك
يعافي قلبك استاذ زين. اول شيء على سلامه الجميع. اول شيء سالي مشكورين انتم بارض الواقع على المبادرات يلي عم تعملوها وعم تكونوا الى جانب المتضررين ايد بايد. سالي اذا بدنا نحكي عن الشيء اللي عم تعملوه انتم، مثل ما فهمت هو بلش من بوست على الفيسبوك، تشرحي لي اكثر لو سمحتي. صح، نحن هون المطبخ الميداني بطرطوس، بلشت الفكره ببوست على الفيس بعد الزلزال الاول. انا حبيت اطبخ للعالم واوصل لهم الطبخ يكون جاهز، لانه السلال الغذائيه اللي عم توزع معلش لناس ساكنين تهجروا من بيوتهم ما عندهم غاز ولا شيء، اذا وصلهم الرز موجود بكيات هن كيف بدهم يطبخوا؟ وين الغاز ما انه موجود؟ بلشوا معي رفقاتي، انا المبادرات كانت فرديه، الدفع كان عندنا شخصي، بعدين يوم عن يوم كانت تزيد هي التبرعات شوي شوي، بس مع ذلك لا يخلو الامر من التبرعات الشخصيه عندنا. طبعا كل يوم في حوالي 200 ل 300 وجبه بتوزع للناس المتضررين، يعني من الناس للناس، عن طريق كمان النقل عندنا خاص. خاص يعني من حسابكم الشخصي عم يكون؟ تماما تماما تماما. نعم. سالي، هي المبادرة هي حاليا بمدينة طرطوس. تمام. فتوزيع الأكل عم يكون فقط بمدينة طرطوس ولا عم يكون لكم نشاطات برا المدينة؟ لا، برا المدينة أكيد، باللادية، بجبلة، بحلب، بعثنا للأطفال محافظة حلب من يومين حلو للأولاد الصغار. اليوم التوزيع رح يكون بطرطوس، يعني هو هذا اليوم الثاني للتوزيع بطرطوس. نعم، الله يعطيكم ألف عافية. ولأيمت مستمرين سالي بهي المبادرة؟ إذا الله راضي إحنا متفقين لبعد رمضان، برمضان رح نعمل موائد الرحمن، رح تكون مقتصرة برمضان على محافظة طرطوس. يعني مستمرين إن شاء الله لبعد رمضان وبرمضان فقط في طرطوس. كمان نحن ضمن مبادرتنا، بس لوضح أستاذ زين، في عنا توزيع السلال الغذائية، في عنا توزيع الفواكه، في عنا توزيع الأدوية، كمان مدينا مشافي كتير باللادي، كمان من حساباتنا الشخصية دكاترة أعطيناهم من الأدوية الموجودة، يعني قدرنا نأمن مشان المرضى. الله يعطيكم ألف عافية يا سالي، نحن بنفتخر فيكم، أنتم بتكبروا القلب. الله يعطيكم ألف عافية ومشكورين على كل جهد أنتم عم تبذلوه. تسلم، كلك ذوق. شكرا يا سالي، يعطيك الف عافيه. يعافي قلبك يا رب. هلا، يعني مثل ما شفنا سالي ورفقاتها هن مثال عن الشيء اللي كنا عم نحكيه من شوي، انه سالي من بوست على الفيسبوك هي ورفقاتها اليوم تنظموا وصاروا عم يعملوا طبخات لاعداد كبيره من المتضررين ومن رجال الدفاع المدني، وعم ينتقلوا مو بس بطرطوس، بطرطوس وبرا طرطوس. هذا الشيء اللي عم نحكي عنه، لازم يكون في تنظيم اكثر وسرعه بالاداء اكثر، ويكون واقعيين وعمليين، ويكون في مرونة أكثر بالعمل الحكومي. متأمل هذا الشيء يكون موجود بالفترة القادمة. فاصل وبنرجع تنكمل باقي الأخبار. من يومين صابنا زلزال بقوة 6.2. يا جماعة، بعد 10 دقائق فتحت فيسبوك لقيت في أكثر من 10 نظريات وتفسيرات وتحليلات من صفحات الفيسبوك. معقول بعد 10 دقائق لحقتوا تعملوا كل هالتحليلات؟ شي بيقولوا الصفائح تحركت، شي بيقولوا لا تخافوا هي هزات ارتدادية، شي بيقولوا لا خافوا واهربوا وسامحونا إذا ما عاد بقى نشرنا. بظن الموضوع زاد عن حده، مو معقول أي واحد اليوم ما معه بكالوريا يمكن يقعد يشرح آلية عمل الأرض ويحدد توقيت الزلازل وقوتهم. في صفحات صدقاً مستلمين الناس ما عندهم لا ضمير ولا إنسانية. بعد كل هزة بيقولوا في تسونامي، إن شاء الله تسونامي إشكن وريحنا منكن يا شحادين اللايكات. نحن من الأخير ما بيلبق لنا شيء اسمه سوشيال ميديا، مستعدين نتعرى من كل شيء اسمه مبادئ وقيم مشان لايك وكومنت. الناس مو لقيانة، الناس خايفة، والخايف ممكن يصدق أي شيء بيسمعه. يلي بده ينشر عن الزلازل يكون على القليلة دارس ومخلص جيولوجيا، مو يكون مخلص ظرف متى وقاعد عم يتسلى بالبشر. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، ولسه منسأل ليه هن وسطوا الفضاء والمريخ ونحن لا. حالات خوف وتوتر وإرهاق، البعض منها وصل للوفاة، يعني في شباب وبنات توفت بسبب الهلع والخوف، في شباب وبنات صابتها جلطات بسبب كمية الضغط النفسي. ومع هيك لسه منشوف استمرار بالدوام بالمدارس، وفي امتحانات حالياً عم تصير بالجامعات. يعني مثلاً من يومين ضربنا زلزال بقوة 6.2، بعد هالزلزال إذا أنا عندي أولاد كيف إلي قلب أبعت أولادي على المدرسة؟ والطالب كيف فيه يكمل دراسته ويداوم عادي وتاني يوم يقدم امتحانات بالجامعة وهو طبيعي؟ نحن بظروف استثنائية، يعني بتحمل الدوام إنه نأجله أسبوعين مثلاً لبين ما هديت النفوس، لبين ما عرفنا شو حيصير. بصراحة
ما حدا ساكن بحلب أو حما أو اللاذقية أو طرطوس وعنده بقى مخ لحتى يدرس، لأنه نحن دوبنا عم نستوعب شو عم يصير فينا. رجاءً كتير ناس عم تطالب بتأجيل الدوام المدرسي والجامعات لمدة أسبوع على الأقل. منتمنى أنه يكون في استجابة لمطالب هالناس التعبانة. من أول يوم زلزال والناس خايفة من تسونامي، وفي كتير صور متداولة اليوم عن انحسار وتراجع مياه البحر بالشواطئ السورية. الناس فعلاً خايفة وبدها جواب يكون صحيح وجواب يكون علمي. لهيك رح يكون معي عبر الهاتف حالياً وفوراً الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. دكتور يعطيك العافية. يسعد وقتك أستاذ زين ولمتابعينك الكرام. يعطيك ألف عافية. دكتور، اليوم عم نشوف كتير صور على مواقع الفيسبوك والسوشيال ميديا عم يوثقوا فيها تراجع وانحسار مياه البحر بشكل غير ملحوظ، ومحنا ما شايفين هي الصور من قبل. كتير ناس عم تتخوف يقولوا إنه في تسونامي. خلينا ننهي هذا الموضوع. هاي الظاهرة عم تصير اليوم بالبحر، شو سببها؟ تمام أستاذ، من اليوم الأول بعد 6 شباط نحن عم نأكد بكل ما عم نقدر فيه بكل وسائل التواصل بكل الإعلام أنه تسونامي بالبحر الأبيض المتوسط، تسونامي من خلال هذا الزلزال لا يمكن أن يحدث، ولا يوجد مسببات للتسونامي. أولا التسونامي لازم يحدث ببحر بعمق البحر على بقوة تزيد عن 8 ريختر، هي واحد. اثنين، بشكل عام البحر الأبيض المتوسط هو بحر شبه مغلق، وبالتالي لا تتراكب الأمواج لتشكل تسونامي. وحتى لو افترضنا أنه هذه الزلازل تسبب التسونامي، التحذيرات الأوروبية كانت للشواطئ المقابلة، أي ليس لشواطئنا. فيما لو حدث تسونامي سيكون الأمواج ارتفاع الأمواج للشواطئ المقابلة. لكن بشكل عام ما يلاحظه الناس من انحسار وتقلص، خلينا نسميها مياه البحار وتراجع مياه البحار والمحيطات على فكرة، مو بس البحار، هو بكل بساطة أن أولا الزلزال حدث 6 شباط كان القمر بدرا، وبالأمس كنا بجلسة التماس هلال شهر شعبان، وبالتالي القمر محاقا. القمر البدر والقمر المحاق يسبب حالتي مد وجزر بشكل كبير لمياه البحار والمحيطات. لم تكن تلك الظاهرة ملحوظة من قبل، لأنه ما كان شيء يدعو الناس لأنه يتراقبوا حركة المد والجزر، بينما بالنسبة لنا كانت مرئية تماما. نضيف لهذه الحالة قلة الأمطار، شح المياه، الجفاف، تغيرات الضغط، كلها خلت ولدت حالة من تراجع المياه. لكن الصور اللي عم نشاهدها معظمها هي صور تركيبية غير دقيقة لحالات لم تحدث بسوريا. هناك نعم بعض الصور دقيقة، لكن تظهر أن التراجع تراجع طفيف، تراجع بسيط، ليس بالتراجع الذي يتم الحديث عنه. نعم دكتور محمد، دكتور محمد لو بدي أقاطعك لو سمحت، ولكن السلطات التركية وكمان شفنا الإيطالية حذروا من إمكانية أنه يصير تسونامي، بعدين رجعوا عن تحذيراتهم. شو كان السبب برأيك؟ تمام، لأنه بالبداية أول ما صار الزلزال اللي كان 6.4 تحديدا، كان هناك خوف من أن يمتد هذا الزلزال إلى عمق البحر ويولد زلزال أكبر، زلزال ثاني أكبر. لكن الحمد لله كان زلزال وحيد على نفس الفالق. يعني بالبداية كانت مفاجأة بصراحة، ما بننكر أنه كان الهزة الارتدادية 6.4 مفاجأة، لكن لما توضحت أنه على نفس الفالق بنفس اتجاه الزلزال الأساسي صار الأمر واضح جدا. ولهذا مثل ما تفضلت، تركيا على السواحل الأوروبية، على سواحل قبرص التركية، قبرص طبعا سواحل قبرص تحديدا والسواحل الأوروبية، حذروا من أمواج ضعيفة للتسونامي وأزالوا الخبر لأنه غير دقيق وغير صحيح. لأنه حتى لو حدث هذا الزلزال سبب التسونامي، لن ترتفع الأمواج لأكثر من متر ونص بأفضل حالاتها وأخطر حالاتها. أما التسونامي عالي جدا لم يحدث. على فكرة بعد زلزال 6 شباط أيضا تم التحذير من أمواج التسونامي، وأيضا تم رصد هذه الأمواج وكان ارتفاعها بالضبط 15 سنتيمتر فقط، أي أنها غير محسوسة غير ملموسة، لا تسبب أي أثر أو أي ضرر. ماذا دكتور محمد؟ العلم برجع وبأكد على كلمة العلم، بيقول أنه التسونامي ما رح يضرب الشواطئ السورية. مشان نطمن كلمين هلأ عم يشوفنا وننهي هذا الموضوع بقى. 100% لا يمكن ضرب أساسا الشواطئ السورية، وهذا الكلام العلم، وهذا الكلام موجود على كل المواقع العالمية، هي من أقل شواطئ العالم احتمالا بأن يصلها أمواج التسونامي. هذا كلام العلم أكيد 100%. أما موضوع الزلزال ومتى يحدث الزلزال ومكان حدوث الزلزال، هذا موضوع آخر تماما. نعم دكتور دكتور محمد، قبل ما أختم معك لو سمحت، في كتير ناس اليوم متخوفة، عم يقولوا أنه في بعض العلماء متوقعين أنه ب22 الشهر رح يكون أيضا بعيد الشر في زلزال مدمر.
هل نحن بنقدر نحدد موعد الزلزال؟ يعني هو مثل ما أنا قريت ريختر بحد ذاته العالمي اللي اخترع مقياس ريختر قال نحن ما بنقدر نحدد. اليوم كيف عم يقدروا يحددوا وكيف من وين عم يجيبوا المعلومة؟ كيف عم تكون موثوقة أو غير موثوقة؟ تمام أستاذ، شكرا لسؤالك الهام جدا. طبعا ما يشاع الآن عن زلزال مدمر ب 22 والذي ربط بمواقع الكواكب ومواقع القمر وأن القمر في أقرب نقطة إلى الأرض، هذا الكلام كله غير علمي وخاطئ تماما. فالقمر ليس بأقرب نقطة إلى الأرض، بالعكس القمر اليومين هذا هلال، وبالتالي بي 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 بأصغر حالاته مرئية، يعني هلال بالطور الأول. لا يوجد أي ارتصاص للكواكب، لا يوجد أي ظاهرة فلكية نادرة، لا يوجد تأثير للكواكب على الأرض، وبالتالي ما يتم التداوله هو إشاعات محضة تماما. للأسف الشديد هذه الإشاعات أصبحت تتكرر يوميا، يعني 6 شباط بعدين 8 شباط 10 شباط 12 شباط 16 شباط قالوا 20 شباط صار الهزة الارتدادية اللي صارت 6.2 6.4 عفوا مباشرة قالوا ليك نتنبأنا. لا، هن كل يوم عم يتنبأوا بحالة للأسف الشديد للأسف. وأيضا أنا تنبأوا ب 22 شباط ولن يحدث شيء. الهزات الارتدادية مستمرة وهذا أمر طبيعي، أمر صحي، أمر سليم. هذه الهزات الارتدادية ستستمر فترة زمنية لا أحد يعلمها. هذه الهزات الارتدادية حتما قوتها تحت قوة الزلزال تحت 7 ريختر، أكيد تحت 6.5 غالبا، يعني بمعظمها حتكون تحت 6 حتى، يعني حتى نادرا ما توصل ل6. نعم. وهذا الشيء طبيعي نسبة للزلزال اللي حدث ب6 شباط. الله يحمينا ويحمي الجميع دكتور محمد. بدي أتشكرك هالمعلومات العلمية الموثوقة اللي أعطيتنا إياها، وشكرا كثير لمداخلتك الهاتفية. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعطيك، تحياتي لك وإن شاء الله تبقوا بأمان يا رب. بأمان الله. قبل ما نطلع الإشاعة بتمنى من أي شخص هو آدمن على صفحات السوشيال ميديا، يعني يا جيبها من مصدر موثوق يا أما لا تخترع. يعني مو معقول تكون أنت قاعد بالبيت وعم تشرب متى وحاطت بزر يخطر ببالك أنك تزيد عدد الفولوورز أو عدد المتابعين على صفحتك وتخترع تقول في تسونامي، تخترع تقول في زلزال. يعني نحن ما بكفينا 12 سنة ما عرفنا نحب فيها بعض وما يكون فيها قلبنا على بعض، ما تعلمنا. يا انشروا شيء عن السلام والقوة يا أما لا تنشروا حكي علم. ما في تسونامي، لا بقى تخوف العالم رجاء. فاصل وبنرجع حتى نكمل أخبارنا. لا تسألني ليش أسود تحت عينك، فالليل صار كابوس وعم أخفى على كتف باب البيت، بيتي ما عاد بقى أمان، حاطين كل أغراضنا الأساسية قدام الباب، الأمان صار هو الشارع، هو الحديقة يلي جنب البيت، والدرج صار سباق بيني وبين الزمن، يا ترى رح لحق أطلع منه ولا رح ضل تحت. أمي وأخواتي خايفين، أخي الصغير عم يفيق وهو عم يبكي، أبي لازم يروح على الشغل مشان نقدر نكمل بهالحياة، منودعه كل يوم الصبح مثل كأنه عم نودعه لآخر مرة، ومنقعد منصلي إنه يرجع بخير. لا حدا يناديني باسمي بصوت عالي لأنه صار عندي فوبيا أصوات، ولا حدا يقول لي كيفك، أنا مو منيح لأجل غير مسمى، لا حدا يقول لي الحمد لله على السلامة لأنه في ببلدي ناس ما أنا بسلامة. أبشع شعور هو شعور الانتظار، فما بالك يلي عم ينتظر هزة جديدة واللي عم ينتظر إنه يضل عايش، ولكن بالأخير رح تعرف إنه يلي نجا هو يلي مات، أما اللي مات هو يلي نجا. مين كان متخيل نوصل لمرحلة توفى فيها أطفال من الخوف، ورجال ونساء تصيبهم جلطات قلبية من الهلع والرعب؟ من يومين ضربنا زلزال بقوة 6.2، الحمد لله ما حدا تأذى بيته، ولكن للأسف كان في وفيات من الرعب ومن الخوف. رح نحكي أكثر عن هالموضوع، رح ينضم لي الدكتور زاهر حجو المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. دكتور أولا بدنا نبدأ بدور اللي لعبه الطب الشرعي بهذه الكارثة، كان دور مهم جدا، تحكي لي عنه لو سمحت. أول شيء الرحمة لجميع الشهداء الذين قضوا في هذه المأساة والكارثة والزلزال، والشفاء العاجل إن شاء الله لكل المصابين إن شاء الله. دور الطب الشرعي دور مهم جدا في الكوارث بشكل عام، بموضوع الزلزال بشكل خاص، لأن إحنا كطب شرعي بنفحص كل الحالات اللي بترد للمشافي، أي ضحايا سواء الأحياء أو الوفيات. بالنسبة للأحياء نكتب لهم تقريرهم الطبي الشرعي، نحدد إصابتهم، مدة الشفاء والتعطيل، حالة العجز إن حصلت،
تمام، ننتقل لشق الوفيات اللي بتوفوا بالأثناء الزلزال. إحنا كطب شرعي بنفحص كل الحالات، كل حالة على حدة، بنحدد فيها أسباب الوفاة، زمن الوفاة، كل شيء معلومات عن هي. وفي دور طبعا أيضا موضوع حالات الاستعراف على الجثث مجهولة الهوية، واللي بالمناسبة لحد الآن الأرقام الجثث مجهولة الهوية عندنا هو فقط 7 بحلب وثلاث أكياس أشلاء للضحايا، بالإضافة إلى 4 حالات في اللاذقية. الحالات كلياتها وجهنا مركز الاستعراف التابع للهيئة العامة للطب الشرعي للقيام بعملية استعراف، خدنا عينات دي إن إيه، خدنا صور للجثث الشهداء مجهولة الهوية، وعملية الاستعراف عم بتتم بشكل علمي ومنطقي. دكتور، رقم نهائي للشهداء؟ هلا صار في رقم نهائي ولا لسه ما سكرنا العدد؟ هلا السيد وزير الصحة أعلن من كم يوم الرقم 1414. هذا نهائي؟ هلا كلمة نهائي يمكن مثلا حدا من هالمصابين يتوفى، تمام، لأن في بعضهم حالات قليلة إصاباتهم خطرة، فما فينا نجزم أنه نهائي. السيد وزير الصحة دائما عم بيطلع وأرقامه دقيقة. هلا إحنا كطب شرعي فحصنا من ضحايا الزلزال والكارثة، فحصنا 449 في حلب، 449 في حلب، بيناتهم 209 من الذكور و 240 من الإناث. نعم. فحصنا طبعا بحماة 49 حالة تم فحصها من قبل الطب الشرعي، 23 من الإناث و 26 من الذكور، 7 أطفال ذكور و6 أطفال إناث. نعم. العدد الكلي للأطفال اللي تم فحصهم من قبل الطب الشرعي هو 193 حالة لأطفال إناث بمقابل 179 لأطفال ذكور. الله يعطيكم ألف عافية. وعدد اللي كمان فحصهم الطب الشرعي بالنسبة للعدد بكل المحافظات للإناث تم فحص 618 وللذكور تم فحص 508. الله يعطيكم ألف عافية دكتور. من يومين زلزال ضربنا قوته 6.2، الحمد لله ما حدا تأذى مثل الزلزال الأول المدمر، ولكن شفنا إنه في كتير حالات راجعت المشافي وكان في وفيات بسبب الرعب والخوف. حضرتك كيف بتأكد لي هاي المعلومة؟ هلا امبارح يوم الزلزال اللي صار، الإصابات اللي وردت للمشافي بمجملها إصابات ناجمة بمعظمها عن حالة الهلع والخوف اللي صارت، اللي كان إلى خلال الفترة الماضية أسباب هي بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الصفحات الصفراء وصلت الأرضية خصبة لموضوع الخوف والقلق. عن جد خلينا نحكي، ما فينا نحن نلغي موضوع القلق. أنت مثلنا بتلوم صفحات السوشيال ميديا جدا. أنا رح أقول لك شغلي، الوفيات اللي صارت مبارح أول مبارح هي الوفيات ناجمة عن هلع وخوف. صح ناس عندهم بالأساس إصابات وأذيات وأمراض سابقة قلبية أو ضغط، ولكن بالأساس كان يعني سبب الوفاة المباشر حقيقة هو الخوف والهلع من الزلزال، لأنه بالأساس كان في أرضية سلبية مهيئة. نعم. نفس الشيء حالة طفلة توفت في الزلزال الأول، كانت تعرضت كمان لصدمة عصبية، كانت مجهزة، وسائل التواصل الاجتماعي بعضها طبعا أخذت دور سلبي جدا بهذا الموضوع، دائما بس الزعر والخوف في قلوب الناس. طيب نحن في فرق كتير كبير بين الحرص والخوف، بين الحذر والهلع، كتير في فرق بيناتهم. نعم. هدول الموضوعين نحن أنا كطب شرعي دائما بنبه على زملائنا، وحاولنا خلال الفترة الماضية حتى قبل، يمكن نحن كطب شرعي فاجئك أنه كل اللي فحصوا هالحالات سواء للمصابين أو الأحياء 10 أطباء من زملائنا فقط. نحن بالأساس عندنا مشكلة كتير كبيرة بالكادر تبع الطب الشرعي كأطباء، ولكن خلال الفترات الماضية خلال فترات الحرب اكتسب خبرة هائلة أطبائنا الشرعيين، فما شفنا يعني ما صار عندنا بالطب الشرعي أي مشاكل، مشت الأمور بسلاسة خلال الفحص، بسلاسة مؤلمة طبعا، لأني هي أنا بشوفها كارثة مؤلمة جدا جدا، سنين الحرب بكفة والمأساة بكفة أخرى. نعم دكتور زاهر،
المعلومة الصحيحة أنه في فتاة رمت حالة عن المرندة بحلب، وأنه في فتاة صغيرة توفت، وفي شاب إجته جلطة قلبية، هل المعلومات صحيحة؟ هلا وفيات بسبب الخوف صارت طبعاً أكيد. أنا رح أحكي لك، يوم الزلزال الأول بست شباط ثلاث حالات وفيات ما كان عندهم أي أزياد جسدية، وإنما سبب نفسي احتشاءات عضلية قلبية. خلال الفترة بين الزلزال والهزة اللي صارت أول مبارح صار في عندنا زيادة ملحوظة في عدد الوفيات الطبيعية الناجمة عن احتشاء عضلية قلبية، واللي بالأساس مردودة بنسبة عالية للخوف والقلق اللي عايشه المواطن. تمام، زيادة ملحوظة. بيوم الهزة صار في عنا بحلب أكثر من حالة، صار في محافظة أخرى في عنا طفلة، قلت لك الطفلة كانت تعرضت لرض بالزلزال الأول في بانياس، هي الطفلة نعم. بحلب عنا أكثر من حالة، باللاتقية وصلت كلمة الربط السببي 100% بين الهزة، يعني مجرد باللاتقية مثلا وصلت كمان بعد الزلزال وصلت حالتين لوفاة طبيعية ناجمة عن احتشاء عضلي قلبية، ولكن يعني منطقيا تربطها بموضوع الزلزال. نعم. وقلت لك خلال الفترة بين الزلزال والهزة اللي صارت أول مبارح شفنا عدد ارتفاع في عدد الوفيات القلبية، هذا كله نتيجة التحشيد السلبي اللي عم تقوم فيه بعض الوسائل التواصل الاجتماعي. نحن ما رح نحكي من فوق الأسطح أو رح نحكي بالمنطق، ما فينا نحن نمنع الناس أنها تخاف، هذا موضوع أكيد ما فينا لنا، بس الخوف يكون بشكل عقلاني. يعني هلا الخوف لما بيكون بيزيد عن حده وبيزيد عن هاي، نحن مثلا في تعليمات دائما عم تنحكى لموضوع كيف نتعامل لما بيصير الزلزال، كثير انتشرت على مين نفذ الاجتماعي. مين نفذ هالتعليمات هاي امبارح؟ طيب الاصابات اللي امبارح اللي بالهزه والله اللي صارت، دكتور تعقيبا لحكيك انا امبارح كنت وقت الهزه قلت امبارح ما حدا نفذ صدقا تماما، مني وجرع نحن بدنا دائما نلاقي حلول قابله للحياه، يعني مو موضوع نقعد نحكي كلام نظري ما يتطبق منه شيء، لا بدنا نحن نكون مجهزين ومهيئين، يعني نهيئ نفسيا بس بشكل ايجابي مو بشكل سلبي. نعم دكتور تماما، هدول يا معهم رعب وهلع. انت حضرتك يعني بنحكي بمنظور طبي كدكتور زاهر، شو بتنصحهم؟ يعني مثلا هلا ما بدنا نحن مثلا اسا زلزال ثالث لا سمح الله يكون ضعيف ولا قوي كمان توصل الحالات الوفيات بسبب الرعب والخوف، شو نصائحك الطبيه دكتور؟ شو لازم نسوي؟ انا دائما بقول شغله، تمنى الافضل واستعد للأسوأ. تمام، يعني نحن ان شاء الله ما بصير، انا من الناس اللي دائما بطبيعه الحال بعكس طبيعه شغلي انا انسان متفائل بهالبلد ومتفائل ان شاء الله انه نحو الخير، ان شاء الله ما يصير بقى هزات وزلازل، يمكن يعني ما فينا اكيد، لا ما في انسان يجزم انه راح يصير زلزال او ما راح يصير زلزال، هذا الموضوع ما في يجزم، ولكن اول شيء الانسان دائما يبتعد عن الاخبار السلبيه، عن المواقع اللي بتجيب طاقه سلبيه، عن بعض الاشخاص اللي هالفتره هاي ظهروا لحتى بس يحاولوا يجمعوا اكبر عدد من اللايكات والاعجابات. دائما يعني لما بيوصل الانسان لمرحله توتر وستريس انه حتى يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي كلياتها، يقرا اشياء اخرى بعيده عن هالمواضيع هاي. يعني انا بقول لك ريختر اللي هو تشارلز فرانسيس ريختر اللي هو المقياس لحد الان تبع الزلازل باسمه لحد الان بيقول لك فقط الحمقى والمشعوذون والكاذبون هم من يتوقعون الزلزال. فإذا بنضل إحنا عايشين تحت وطأة الخوف والقلق في حياتنا ما رح نقدر نتعافى، يعني رح تمر أيام وأسابيع وأشهر وما نقدر نتعافى. عن جد أنا بحكي بالمنطق. نعم. أنا بحاول دائما بحاول سواء كطب شرعي كمؤسسة اللي قامت قلت لك بواجبة بشكل كامل خلال الفترة الماضية وأنا فخور بأدائها، أو كشخص أنا بحاول دائما على صفحتي الشخصية أنه دائما حاول طمئن الناس، ما عم بعطيهم طمأنينة كاذبة، لا أنا عم بعطيهم طمأنينة حقيقية، وبشوف أنه فعلا في تفاعل وفي إيجابية بهذا الموضوع، نبتعد عن السلبية. نعم. دائما نحاول نحن كإعلام كميديا، هلا نحن مو بس موضوع أنه نعطيهم طمأنينة، لا في لازم يكون في دعم نفسي، بالذات لهالأطفال اللي عم بتعرضوا اللي عم بيشوفوا كوابيس بينومهم، يعني من كم توفت هالطفلة ممكن لا قدر الله تموت أطفال آخرين. لا سمح الله. نحن
خسارة حياة أي مواطن هو خسارة كتير كبيرة. نعم، قديش نحن اليوم بحاجة لأشخاص يكونوا أمثالك يا دكتور، يعطونا هيك الطمأنينة ويعطونا هيك شوية الإيجابية بظل هالظروف الصعبة اللي نحن كلياتنا فيها. بدي أتشكرك لوجودك معنا دكتور، يعطيك ألف عافية، شرفتنا. أهلا وسهلا. شكرا لك. أهلا وسهلا. سامحوني لهلأ ما عم فيني إشلح الأسود وأنا عم شوف أهل بلدي بهذا الحال. شباب وصبايا سوريا، أثمرتوا مثل شجر الزيتون، أثمرتوا حب ووفا وقوة وصلابة. أنتوا النقطة البيضاء بكل هالسواد يلي حوالينا. حياتنا تصدعت وأبنيتنا وقعت ونفسيتنا من شدة الألم تعبت، عم ندور على بصيص أمل أنه بكرة يكون أحلى. المجد لهالبلد والمجد لهالشعب.